هربت من المدرسة لأنها على موعد مع أحد الغارقين، فلما ركبت سيارته وانطلق حصل لهما حادث، فجاء رجال المرور وطلبوا منه الانتظار حتى ينهوا إجراءات الحادث، فاتصل هذا الشاب بزميل له حتى يأتي ويأخذ الفتاة ويوصلها إلى الشقة المعروفة عندهم حتى ينتهي من إجراءات الحادث، ثم يخلو هو وإياها قبل إرجاعها إلى المدرسة. جاء الشاب وليته لم يأتي، ركبت معه، فلما التفتت إليه فإذا هو أخوها. خزي وعار، لا عجب، هي غارقة وهو من الغارقين، لكم تطاول هو على أعراض الناس والآخرين، وكما تدين تدان، والله إنها حقائق لا كذب ولا افتراءات. وقفة مع رجال الهيئة، طلبت من الشباب الذين يعملون في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكتبوا لي بعضا من القصص والمواقف التي مرت بهم من أحوال الفتيات، بكى بعضهم حزنا وألما على واقع بنات المسلمين، وإلى أي درجة من الضياع وصلنا إليه، بل أصبحنا يتطاولن على الدين وأهله، ما درت أن هؤلاء يريدون حفظ عرضها وشرفها. كتب لي أحدهم: كنا نعمل في المكتب الذي يتبع كلية البنات، كنا نلاحظ ونراقب الجهة المقابلة للكلية ونتابع الطالبات اللاتي يحضرن من داخل الحي، لأن اللاتي يخرجن مع الشباب ينزلن هناك ثم يأتين مشيا إلى الكلية. مرة من المرات وجدت زميلي يتحدث مع طالبة ويسألها: من أين أتيت؟ أخذت تحلف وتقسم بالله إنها جاءت من الكلية وليس من الحي، فقلت لزميلي: أمتأكد أنت أنها جاءت من الحي؟ قال: متأكد كما أنك أمامي. قال: حولها إلى المركز وأكمل الإجراءات، أكمل الإجراءات والتعليمات. قال: لقد حلفت وأقسمت وسأتركها من أجل ذلك، والله يتولى أمرنا وأمرها، ومن يك كاذبا فعليه كذبه، ونحن أصلا لا نريد منها شيئا إلا المحافظة على سمعتها وشرفها من الذئاب. ذهبت الطالبة إلى طالبات يجلسن أمام محلات تجارية مقابل الكلية، وأخذت تقول لهن بأنها ألجمتنا وأسكتتنا وأننا تبلينا عليها واتهمناها ظلما وبهتانا، وأخذت تحرض الطالبات علينا وعلى عدم السكوت لنا وعلى عدم مهابتنا. لما وصلنا إلى الرصيف الآخر أنا وصاحبي، إذا بصوت فرامل سيارة خلفنا، التفتنا فإذا بهذه الطالبة ملقاة على الأرض قد صدمتها السيارة وهي تحاول أن تقطع الطريق. لا أقول لكم أنها ماتت فأنا لا أعلم، ولكنها أصيبت إصابات خطيرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المأساة الثانية: مسلمات لكنهن كافرات. تقول لي قريبة لي تعمل معلمة في إحدى الثانويات: خرجت من غرفة المدرسات يوما فإذا بطالبتين يتبادلن الحديث قريبا من الغرفة، وكان الوقت وقت صلاة الظهر. قالت الأولى للثانية: لماذا لا تصلين معنا في مصلى المدرسة؟ قالت الثانية: أنا لا أصلي حتى في البيت. قالت: أنا لا أصلي حتى في البيت، وأزيدك من الشعر بيتا: أهلي كذلك لا يصلون، أهلي كذلك لا يصلون، لا إله إلا الله، بكل صراحة ووقاحة وقلة حياء تقول أنا لا أصلي. أسألك بالله العظيم، ما الفرق بينها وبين الكافرات؟ صدق الله في علا حين قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.